ومحطه في ايدكو بنتهم مع شركاء اجانب ايطاليين انجليز اسبان. اتكلفت في الوقت ده المحطتين اللي هو للغاز المسال 3.5 مليار دولار تقريبا، او ما يقترب من 3.5 مليار دولار في ذلك الوقت. لو النهارده بنتكلم على 15 20 مليار دولار، فما حدش معاه فلوس كان عنده يعمل محطات ولا غيره. اذا عندك البنيه التحتيه اللي موجوده في دمياط وايدكم. ايه البنيه التحتيه ديت؟ انه المنطقه متشافه من بدري، بس طبعا ده ما تمش الا الفتره الماضيه، ان تكون مصر مركز اقليمي لتوزيع وتسويق ونقل الغاز. ليه بنقول مصر؟ لان انت الوحيد في البحر المتوسط دلوقتي اللي عندك ده، عندك اتنين مش واحد، يعني عندك مصنعين مش مصنع واحد. اسرائيل بدأت تطلع غاز، انتوا عارفين في 2011 حصل تسيب اللي حضراتكم عارفينه، فكل حد ليه حاجة او عايز يعمل حاجة عملها، قبرص اسرائيل كده، فعندهم حقل غاز بينتجوا منه غاز. احنا عندنا في المحطتين اللي موجودين دخل معانا الشركاء زي ما بقول لحضراتكم الاسبان وغيرهم وغيرهم. الشركة الاسبانية اللي هي داخلة معانا في، احنا داخلين بنسبة 20% ل 24% في المصنعين. المصنعين دول يعني عايز اقول لكم يدخلوا للبلد ذهب ذهب. فاسبانيا اشترت خمس حقل الانتاج بتاع اسرائيل، خمس الانتاج بتاعه على مدى 10 سنوات بما قيمته حوالي 15 مليار دولار. طب اسبانيا عندها اهو معانا اللي هو عندنا في ايدكو او دمياط، واحد من الاثنين يعني، هي موجودة أصلا شريكة أصلا، فنستفيد من وجودنا والفلوس اللي دافعينها المليارات اللي موجودة ديت اللي هي يعني لا يتم استغلالها ولا استخدامها. فأنت بتحاول النهاردة تعيد استخدام هذا الأمر وتكون أنت المركز الوحيد اللي في الشرق الأوسط تعمل ده، أو في حوض البحر المتوسط تعمل ده. فقررت هذه الشركة تتعاقد، مش تعاقد النهاردة، التعاقد عشان تبقوا عارفين بس في شهر مارس 2017 وتم الاعلان عنه رسميا. يعني الموضوع مش فجأة الناس اكتشفت ان احنا رايحين، مش احنا مصر يعني، الشركة الخاصة ديت تاخد غاز من اسرائيل. لا، الموضوع مش مبارح، مارس 2017 الاعلان على التوقيع الرسمي لهذا الاتفاق بين شركتين، وليس بين حكومتين، لا حكومة مصر ولا حكومة تل ابيب. ما فيش، الحكومات ليس لها علاقة بها. فاذا اللي وقعوا مين؟ شركتين، الشركة المصرية مع الشركة الإسرائيلية، الشركة المصرية معها شركاء آخرين. وبدأ هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ. إمتى؟ لما الشركة تعرض على الجهات المصرية وتقول لها خلاص إحنا موافقين، يلا نشتغل، يلا نبدأ الحكاية ديت. طيب، تبدأ الشريك الأسباني زي ما قلت لحضراتكم هيجي الغاز، بس عشان نعرف الحكايه ويشرح دلوقتي، يشرح معانا واحد من الناس في هذا المجال دكتور جمال القليوبي، هيكون معانا بعد قليل، وست نائب محمد بدراوي. ست نائب محمد بدراوي عمل طلب احاطه للسيد وزير بترول في مجلس النواب انه ايه الحكايه ونعرف ايه الموضوع، الاثنين ما يكونوا معانا بعد شويه. الغاز الخام ده هيجي من اسرائيل. احنا عندنا خط اصلا، خط فاكرين 2011 اتضرب تم وقف التصدير وغيره وكل الكلام ده، واترفعت قضايا، وهكلمكم على القضايا لان جزء من الموضوع في قضايا اترفعت علينا، اسرائيل رفعت علينا قضايا بره في تحكيم وغيره وكده وتعويضات وقصه يعني. رايح اسرائيل ورايح الاردن. فهذا الخط اللي احنا فيه مليارات مدفوعه وفيه مليارات موجوده تستفيد منه ايه؟ هيجي لك الغاز الخام يدخل التصنيع عندك يبقى غاز مسال. الغاز المسال ايه هو الغاز؟ طب ليه ما بيطلعش مباشرة غاز خام؟ الغاز المسال هو الاغلى. الخام مثلا، مثلا لو الوحدة، كنت بتكلم مع دكتور جمال امبارح يعني، والنهاردة كنت بتكلم مع اكتر من حد عشان اعرف بس ايه الحكاية ونفهم، احنا مش متخصصين في هذا المجال، ولكن بنحاول نقول الكلام اللي المتخصصين والخبراء واللي عندهم المعلومة واللي عارفين الحواديت كلها يقولوها لنا او قالوها لنا، وانا بحاول اوصلها بقدر ما يعني استوعبت منها منهم.
لو الوحدة في الخام بدولار مثلا أو 3 دولار، الوحدة في الغاز المسال 18 دولار، فإحنا بنتكلم على 6 أضعاف، 5 6 أضعاف، مش ضعف ولا 2، 5 6 أضعاف. فهنا أنت كمصر بتستفيد إيه؟ تستفيد الآتي، أنت هتكون حضرتك مركز التحكم لتصدير الغاز لكل أوروبا. طب ده بيعني إيه؟ بيعني إن قطر كانت قررت مع تركيا، تاني قطر كانت قررت مع تركيا إنه هتنقل الغاز القطري المسال من قطر عبر تركيا إلى أوروبا. طب ده هيكمل؟ خلص. باللي أنت بتعمله ده وقفت هذا الخط. فأنت هنا ضربت ضربتين في توقيت واحد. ضربت قطر وضربت تركيا. قطر غازها يمر عبر مش عارف مين إيه تركيا إلى أوروبا. فقطر بتستفيد وبالتالي العلاقات تزيد، ثم تركيا تستفيد أيضا من عبور هذا الخط عبر أراضيها، فبتاخد نسبة عبور مرور الغاز. فأنت عملت إيه؟ أنت خلاص النهاردة أوروبا بقت هتاخد الغاز من مصر، أوروبا بالكامل، كل أوروبا، لأن أنت الأقرب. كانت روسيا بتدي أوروبا، النهاردة أوروبا هتعتمد على مصر مخزن أو مركز التوزيع والتسويق والنقل. مش لأوروبا بس، ممكن بعد شوية إسرائيل اللي بتنتجه، قبرص بعد شوية أيضا هاخد الغاز اللي من قبرص عندي، في المصانع اللي موجودة عندي في إيدكو في دمياط نحولها لغاز مسال، ثم يتم ضخه فين؟ للدول ولأوروبا تاني أو لكل هذه الدول وتصدير هذا الأمر. طب الغاز اللي جاي من إسرائيل ده داخل مصر؟ مش داخل مصر، ده هو جاي من برة لبرة وخارج من برة لبرة، مش داخل عندي. ليه مش داخل عندي؟ لأن أنت مصر لست في حاجة السوق المحلي للغاز الإسرائيلي قولا واحدا. ولما بقول كده، امبارح كان معانا الاستاذ حمدي عبد العزيز، والنهارده هيكون معانا الدكتور جمال اليوبي يقدر يشرح لنا. ولما بقول كده بقوله بالضبط، مش في حاجه للغاز الاسرائيلي، لانه انا عندي خلال هذا العام، نهايه هذا العام، اكتفاء ذاتي محلي. بدل ما كنت بتعمل مثلا مليون بيت، ولا النهارده هتوصل تشوف كام بيت هيوصل لهم هذا الغاز، السنه الجايه تبدا ان شاء الله تصدر، أو تشوف البتروكيماويات تشتغل على مصانع البتروكيماويات وتعمل قيمة مضافة أيضا أكتر. طيب، هل في استثمار ممكن يجي لك وما عندكش غاز؟ ده السؤال اللي تطرحه حضرتك، بطرحه لحضراتكم وأي حد يسأل نفسه. هل في استثمار يبقى موجود وما عنديش غاز؟ كل واحد النهارده عايز المصنع بتاعه يروح للمكان بتاعه يلاقي الماسورة بتاعت الغاز وخط الغاز موجود جوه المصنع. طب هذه المصانع والشركات تعمل ايه النهاردة؟ لما عملت القانون الخاص بالغاز، القانون الجديد اللي عملته تعمل للغاز، يحق لأي شركة خاصة بناء على الضوابط المصرية اللي ليها 3-4 شروط تقريبا هنعرفه من دكتور جمال اليوبي دلوقتي، انها تدخل في هذا المجال. هل انت تقدر تمنع حد؟ ما تقدرش. هل بالنسبة لك اضافة وقيمة؟ ايوة، قيمة مضافة بالنسبة لنا. طب ايه تاني المهم في هذا الموضوع؟ المهم انك عندك المفتاح. عندنا ايه؟ المفتاح. المفتاح ده كان في قطر، كان في قطر، المفتاح ده يبقى معاك. يبقى انت عندك امر مهم جدا، تستفيد من هذا الامر بامور كثيرة. فبقى الحرب علينا من امبارح قطريا وتركيا اعلاميا وغيره، حرب واضحة من بدري بدأ، بس امبارح كمان الحرب داخله تكسير عظام. ليه تكسير عظام؟ الموضوع النهارده اقتصاد، نتكلم على فلوس، نتكلم على مليارات، نتكلم على دول بتتبني من خلال، لان هو الغاز اللي جاي، اللي جاي غاز مش بترول. فالعالم كله النهارده بيشتغل، امريكا بتتكلم النهارده على الغاز، استراليا بتتكلم على الغاز، ايران بتتكلم على الغاز، روسيا بتتكلم على الغاز، الهند، الدول، كل الناس ديت بتتكلم على الغاز. فالغاز هو الشغل القادم اللي هي العالم كله النهارده بيشتغل عليه، وده اللي انت رايح له، اللي انت ربنا كرمك عندك زهر، عندك اتول، عندك مش عارف حقول ايه، تقدر تخلص، بتقدر تعمل ده. فلما انت بتعمل ده
الأتراك مش مبسوطين منك، هم أصلا متضايقين مننا. طيب وأنا بعمل قانون غاز، بفتح السوق للشركات الخاصة إنها تستورد غاز من أي طرف عشان كمان هي تستخدم، الشركات ديت تستخدمه في مشروعاتها. ما عندك شركة إني مثلا موجودة، عندك بي بي البريطانية موجودة، عندك الإسبانيين موجودين، عندك غيرهم من الشركات. ما من حق هذه الشركات إنها، ما أنت ما تقدرش طالما أنت عملت القانون عشان كده. هو أنا عندي المليارات، بنية تحتية مليارات، رميها في الأرض أستفيد بيها ولا لأ؟ بستفيد بيها عشان تبقى الأمور واضحة قدامنا. وبالتالي ما أقدرش أقول إن إحنا بنستورد. أولاً ما أطلق امبارح إن إحنا بنستورد كلام غلط تماماً، لا علاقة له بالحقيقة. الحقيقة اللي أنا شرحته لحضراتكم دلوقتي إن إحنا إسرائيل بتاخد بتسيل الغاز بتاعها عندنا في المصانع بتاعتها بتاعت مصر، وتنقل ويتم نقل الغاز المسال ده إلى أوروبا. ده بس ده الموضوع، هو ده العنوان. ولكن لا نستورد، وانا قلت لسنا في حاجه لاستيراد غاز ولا متر مكعب من الغاز من اسرائيل، مش عايزه، انا مش عايز ده ومش محتاجه. زي ما قلنا كده، حاولوا امبارح يتكلموا يقولوا شفتوا واصلي مش عارف مين وبيعملوا لكم وقالوا لكم كلام فارغ، وانه حقل زهره هيكفيكم. طب اهو ده بيدفعوا 15 مليار، مش انا اللي بدفع، مش الدوله المصريه والحكومه المصريه اللي بتدفع، ما بدفعناش حاجه. ده انا هستفيد، انا كدولة بستفيد من الغاز اللي داخل ده واللي هيخرج من عندي وهقوم بنقله. يعني انت مستفيد من الاسالة ومستفيد من اعادة التصدير مرة تانية، ومستفيد ايضا من رسوم المرور بتاعة الغاز اللي جاي لك. يبقى شوف انت مستفيد كم، يعني هتستفيد قد ايه. هو ده الحقيقة اللي احنا نبقى واقفين قدامها. الامر الاخر انه انت النهاردة بقيت المنفذ الوحيد لاوروبا مصر، المنفذ الوحيد لاوروبا ستكون هي المنفذ الوحيد ليهم بالنسبة للغاز من خلال زي ما قلت لحضراتكم الاقرب ليهم. فانت بتقضي على الاحلام والطموحات القطرية التركية ان هم يتحكموا في اوروبا، وانت خلاص ما ينفعش قطر تتحكم في اوروبا او تركيا تتحكم في اوروبا، دول أوروبية، أنت اللي هتبقى موجود. إحنا زي ما قلت لحضراتكم سكنا الحنفية بتاعة الغاز. الأمر الآخر الموضوع متعلق بمصالح اقتصادية، نتكلم على سوق عالمي للغاز، صراعات كبيرة جدا. عشان كده هم من امبارح الوضع بالنسبة لهم مش متوقعين إن مصر هتبقى كده. لا، مصر هي دلوقتي بالفعل، ولما كان سيادة الرئيس في قبرص ومع رئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، ويومها تم الاعلان عن ده على فكره ان مصر تتحول مركز اقليمي للطاقه في الشرق الاوسط في المنطقه، اعلن الكلام ده مش جديد وده بالنسبه لنا مهم. هو مش عايزك تشوف ده، هو عايز يركزك على حق. شفت اسرائيل بتاخدوا غاز، ضحكوا عليكم، قال لكم كلام فارغ، ملوش علاقه. هو بيتوهك في موضوع لا علاقة له بالحقيقة اللي موجودة. الحقيقة هي كده، احنا عندنا مصنعين مش من النهاردة، مش من اليوم، لازم نقول التاريخ الصح، يا 2003 2004